السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في القناة. هذا الفيديو إن شاء الله تتمة ديال الفيديو السابق اللي حضرت فيه الدجاج. غنشوفوا إن شاء الله دابا المونتاج ديال البشطيلة والطريقة باش كنحضر اللوز ديالها. نبدأ على بركة الله. هنا البصلة والبيض عندي برد، كيف كنشوفوا كيجي رائع، ما كيجيناش داك البيض اللي كيكون مرمل ملي كنديروا هذه الطريقه ديال البصله كيف شفتوا في الفيديو الاول. اللي ما شاف الفيديو الاول يرجع يشوفه. هنا غنشوفوا الدجاج كذلك من بعد ديك الدغميره اللي ضفت ليه ديال البصله كيفاش شربها، وكيجي كذلك حتى هو رائع. هادشي كلشي عندي برد. غنشوفوا دابا ان شاء الله اللوز كيفاش كنحضره. كناخذ اللوز كنطحنه، غنخليكم الرابط اسفل الفيديو كيفاش كنسلق اللوز ويوجد ليا في نفس النهار. هنا خديت اللوز كيف قلت لكم سلقته طحنته مع السكر والقرفه وكذلك واحد القليل من المسكه الحره. غنخلي لكم المقادير اكزاكت في اسفل الفيديو ان شاء الله. هنا غنضيف تقريبا واحد 4 المعالق ديال الزبده فقط، ما غنكترش الدهنيات بزاف كي سبق ليا وقلت لكم، لان بقى غندهن الورقه كذلك بالزبده والزيت باش كتجينا هاد البسطيله خفيفه وكتجي رائعه. هنا غنضيف تقريبا واحد 4 المعالق ديال الماء الزهر. غنحاول نعجنها حتى تنسجم ليا هاد الزبده والماء الزهر كذلك. هنا اللوز اللي استعملت خديت تقريبا كتاخدو كيلو ديال اللوز عادي وكتاخدو واحد نص كيلو ديال اللوز اللي كيكون فيه الحار، كيف كنعرفو كنقولو اللوز بلدي. هاد اللوز بلدي ملي كنضيفوه اللوز العادي تقريبا كتاخدو نص الكميه اللي كتستعملو من اللوز العادي، على حسب. الا كنتو غتستعملو كيلو ديال اللوز يمكن لكم تستعملو معاه نص كيلو ديال اللوز بلدي او تستعملو رابعه. فهاد اللوز هذا كيعطي واحد المذاق رائع بدون اي اضافات بدون اي منكهات. هالطريقه هذه ديال اللوز بلدي سبق ليا وحضرت بها بعض الحلويات وكذلك الكعب. غنوجد ان شاء الله الفيديو كذلك ونخلي لكم تشوفوه، هتعجبكم الطريقه. صافي غنبقى معاك هنا في اللوز، ما ياخذش معايا وقت كتير، غير الزبده وكذلك الماء الزهر اللي ضفت مي القرفه والسكر كذلك طحنتهم معاه يعني منسجمين مع اللوز. غتجربوا هذه الطريقه هذه اللي قلت لكم ديال اللوز البلدي مع اللوز العادي، كيجي رائع ويعجبكم. كذلك ممكن تحضروا به انواع ديال الحلويات. صافي هنايا نشوفوا من بعد ما وجدت العقده درتها بهاد الطريقه، هادو قسمتها تقريبا على 5 القطع باش غنحضر بها بسطيله. كناخذ الورقه ديال البسطيله كنفرشها، كنحاول ندير الجهه اللي ملسه هي اللي الفوق، وكناخذ واحد البلاستيكه كنفرشوها تحت من الورقه. صافي كناخذ العقده كنبداو نقطعوها بهذه الطريقه هذه وكنسرحوها في كل الورقه ديال البسطيله. هنايا كنبقى نبسط في العقده باليد ديالي بهذه الطريقه هذه باش كنحاول نغطي الورقه ديال البسطيله كامله، لاننا غندير هنا بسطيله كبيره. الا كنا غنديرو بسطيله صغيره كذلك نديرو نفس الطريقه. صافي كنبقى غاده بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل الدوره اللي عندي كامله. صافي من بعد ما كنكمل العقده فوق الورقه ديال البسطيله كيبقاو عندنا بعض الفراغات، غادي نرجعو نعمروهم من بعد كذلك. كناخدو بلاستيكه ثانيه وكنوضعها فوق العقده ديال اللوز، كناخدو المدلك وكنورقو العقده ديال اللوز باش كتعطينا مستوى واحد، ما كتبقاش عندنا بلاصه اعلى من بلاصه. صافي هذه هي الطريقه اللي كندير العقده ديال اللوز، كتجينا سهله في الاستعمال. هنا كيف كتشوفوا عندي انا ملفه نخدم بالليجات، كنتعوده عليهم، لكن هنا كانوا الليجات عندي سالت ليا الباكي اللي كنخدم بها دائما.
جابوا لي هادو شويه جاوني كبار، لكن ما كنقدرش ما نخدمش بيهم، خاصه في حال هاد اللوز او بسطيله بحال هكا والسمك. لهذا انا كتشوفهم واخا مبرسطيني شويه كان ما نقدرش ما نخدمش بيهم. صافي هكا نملأ هاد الفراغات كاملين ونعود نورقها كذلك بالمدلك وهنحتفظ بها في واحد الجانب. هي من الاحسن انكم توجدوا هاد العقده ديال اللوز وتورقوها وتحتفظوا بها في واحد الجانب، باش كتجيكم سهله من بعد ما كتعمروا بسطيله كديروها فوق منها. من الاحسن ان ما كتعمروا بسطيله، لان الورقه ديال البسطيله ما خصهاش تبقى ناشفه بزاف او ما تبقاش معرضه للهواء باش ما كتنشفش. صافي هنا العقده ديال اللوز عطيتها سمك واحد ولا عندي فيها كيف كتشوفوا انتم. هنا في الهزه كتجينا سهله انتم الورقه كيفاش كاينه. دابا غنشوفوا الزيت وكذلك الزبده اللي كنخدم بها بسطيله. انا كنخدم بهاد الزبده هادي ديال ميميتيك. هاد الزبده هادي ديال التوراق وكذلك في بسطيله كتجي رائعه. يمكن لكم تستعملوا الزبده ديال العبار، لكن الا بغيتو تخدموا بالزبده ديال العبار كتاخذوها ديروا في حمام مائي وتحاولوا انكم تصفيوها، تحيدوا من هذاك الحليب اللي كيكون فيها كيبقى في التحت ديالها باش ما تخسرش لكم الورقه. هنا كناخذ هاد الصينيه هادي اللي كنوجد فيها بسطيله وتاخذوا على حسب الحجم اللي عندكم. انا هاد الحجم عندي كبير. كندهن الصينيه بالزبده والزيت هكا، يمكن لكم تدهنوها غير بالزيت. انا غناخذ دابا الزيت والزبده وغدا نخلطهم. كندير تقريبا داك الكاس ديال الزيت مع ديك 60 غرام ديال الزبده. صافي كنخلطوها مزيان، لان كنعرفوا الزبده على حساب الجو كتبرد، لهذا ما كنخلطش كلشي مره واحده. وصافي كنبقى الا خصني غدا نعاود نزيد. صافي من بعد ما كندهنوا الصينيه ديالنا غناخدو دابا الورقه. من الاحسن ان ناخدو الورقه ونحلوها. هاد الورقه هذه اللي عندي انا ديال البخار كتكون رائعه. هاد الورقه ديال البخار كتكون رقيقه وكتكون كذلك سهله الاستعمال، حتى الطريقه باش كنفرقوها على بعضياتها كتكون سهله انتما كيف كتشوفوا، وكتكون كذلك رقيقه ماشي بحال الورقه ديال العاديه اللي كتكون غليظه. نوريها لكم كذلك في واحد البسطيله اخرى كنسبق ليا خدمتها وما لقيتش الورقه ديال البخار وخدمت بها، لكن هذه الورقه ديال البخار كتجي رائعه. صافي كناخذوا الورقه كنفرقوها هي الاولى كنوضعوها في واحد الجانب، لكن دائما كنغطيوها ببلاستيكه واحد التربيته باش ما كتنشفش لينا. الطريقه هذه ديال كنحلوا الورقه هي الاولى كتساعدنا في الخدمه ما كتعطلناش. صافي دابا غدا نبدا نفرش الورقه في الصينيه كيف غتشوفوا معايا. هذه الطريقه عاديه اللي غنستعملها دابا. كناخذوا الورقه كنحاولوا كنديروا جهه الملسه هي اللي كتكون لتحت، والجهه اللي كتكون حرشه دائما هي اللي كان يكون الوجه ديالها الفوق اللي كنوضعوا فيه الحشوه. كنبداو نفرشوا الورقه وكندهنوها بالزبده والزيت اللي خلط. كيف شفتوا في الفيديو الاول الطريقه باش حضرت الدجاج والدغميره كذلك والبصله وجميع العناصر، انني ما كثرتش فيهم الزيت كذلك الزبده ما وضعتهاش في البصله والبيض. ترجعوا تشوفوا الفيديو اللي وجدت فيه الدجاج. سبق ليا قلت ما نكثرش الدهون في الدجاج والحشوه ديالها، لان هنا في الورقه كنبقى نضيف الزبده والزيت ما شاء الله كيجينا الله كتجينا العناصر كامله منسجمه، يعني ما تكونش هاد البسطيله ميدمه. صافي كنبدا نوضعوا ورقه بورقه في الجوانب وكندهنوا بالزيت والزبده. هنا كيف كتشوفوا غنوريكم لقطات من البسطيله الاولى والبسطيله كذلك الثانيه نفس الطريقه درتها. صافي من بعد ما كنوضع الورقه في الجوانب تقريبا على حسب الصينيه وعلى حسب البسطيله اللي كتبغيو توجدوا شحال من ورقه كتهز ليكم.
هنا الورقة ديال البخار كتكون رقيقة، يعني بسطيلة كتهز لينا واحد العدد ديال الورقات. هنا ما غنكترش الورقة بزاف انا، لان بالنسبة للبسطيلة عندي فهاد الصينية اللي الجوانب ديالها هابطة كتسهل علينا الامر، ما كنضطروش اننا نقلبو البسطيلة، وخاصة ملي كنكونو مطيبينها ولا ملي غنزينوها بالشكل اللي بغينا من الفوق. صافي كنوضعوها ديريكت في الطباسل ديالهم، ماشي بحال دوك الصواني اللي كانوا قبل اللي كيكونوا عاليين من الجوانب، هذيك ضروري كي خصنا نقلبوا بسطيله. لهذا قلت لكم هاد الصواني هادو كيكونوا زوينين، هادو اللي هابطين من الجوانب كيف شفتوهم كيكونوا احسن. الحشوه اللي غادا نوضع فيها غتكون كتيره، هنا كيبقى على حسب الامكانيات وعلى حسب الطلب ديال كل واحد. صافي دائما اي ورقه كنوضعوها كندهنوها بالزبده والزيت. صافي هذه غتكون اخر ورقه اللي غنوضع في الوسط، كذلك غندهنها بالزبده والزيت. غتشوفوا معايا دابا الشكل الثاني ديال البسطيله. كناخذوا الورقه كنبداو نطويوها من واحد الجانب، هذا الشكل هذا ملي كنبغيو نصوبوا البسطيله من الفوق كتعطينا الشكل ديال الورده. دائما كنبقاو نحطوا الورقه وكندهنوها وكنطويوها من واحد الجانب اللي كيكون مواجه للصينيه، لان ما غنقلبهاش كذلك حتى هي، لكن كتعطينا الشكل ديالها من الفوق ملي كنبغيو نديروا على شكل ورده. هنا غنوريكم غير الطريقه باش كنخدم في الاول، لان كيف غتلاحظوا معايا في هذا الفيديو هذا مع البخار ديال الطياب الكاميرا عندي الضبات ما انتبهتش ليها. صافي دائما كنبقاو غاديين بهذه الطريقه هذه، كان كيف قلت لكم دائما ندهنو. انا كندهن بهذا البانسو هذا كندير به الزبده والزيت، كيساعدني كنعرف القياس اللي كندير ملي كنوضع اليد ديالنا، كنقدروا واحد المكان كيهبط لينا فيه الزيت اكثر من مكان اخر، لكن هذا البانسو هذا كيساعدنا كنعرفوا الكميه اللي كندهنوا بها كل ورقه. كيف كتلاحظوا معايا ان الورقه كتبان لكم مغليظه، هذه هي اللي قلت لكم الورقه العاديه، وكذلك كتكون شويه مقرمشه من في الجوانب. رغم ذلك انا ما كنقطعش دوك الجوانب ديالها لانني غنوضعهم غير في اسفل ديال البسطيله، ماشي مشكل، لكن الا كنتو ديروا الورقه من الفوق يكون من الاحسن انكم تقطعوهم بالمقص، لان ما كيخليوش لينا الشكل ديال البسطيله من الفوق زوين. صافي انا بغيت نوريكم غير الشكل كيفاش كتبداو الا بغيتو ديروا الشكل ديال الورده. غدا نوجد معكم ان شاء الله فيديو اخر ونوريكم كيفاش تطويو البسطيله على شكل ورده. صافي كنضيف ورقه اخرى، صافي وكنكتفي بها، لان كيف قلت لكم الورقه عندي هنا غليظه، ملي كتكون ورقه غليظه من احسن اننا ما نكتروش منها بزاف. صافي دابا غنبدا نعمر في البسطيله بالدجاج. كنوضع الدجاج هو الاول في الصينيه، لان هاد الصينيه عندنا ما كنلقاوش فيها مشكل اننا ما نقلبوش بسطيله، كتجينا ساهله هاد الصواني هادو اللي كيكونوا هابطين من الجوانب. صافي من بعد ما وضعت الكميه اللي بغيت ديال الدجاج في الصينيه، غنبدا نوضع دابا فوق منها البصله والبيض اللي وجدت. كيف كتشوفوا عندي هنايا البصله والبيض كيبان لكم ناشف، وكذلك ماشي داك البيض اللي كيكون مرمل. السر في البصله ديال هاد البيض اللي ما كيجيناش مرمل وكيجينا معلك، الطريقه باش قطعناها وكذلك الطريقه باش طيبناها تشوفوها ان شاء الله في الفيديو السابق اللي وجدت فيه الدجاج وجدت فيه هاد العناصر كامله. صافي كيف شفتوا عمرت جميع الجوانب ديال الصينيه بالبصله كذلك والبيض. صافي هنا من بعد ما فرشت الدجاج ووضعت فوق منه كذلك البصله والبيض، كنعاود نضيف القليل من الدجاج فوق البصله والبيض. هاد الطريقه هذه كتهز لينا البسطيله الدجاج بزاف وكذلك البصله وكذلك البيض،
لكن هنا كيبقى على حسب الطلب ديال كل واحد والإمكانيات. صافي دابا من بعد ما عمرت بسطيلة مزيان، غدا ناخد اللوز أو العقدة ديال اللوز. كتشوفوا كيفاش كتجينا طريقة سهلة، لأني فرشتها فوق من ورقة ديال البسطيلة، حسن ما كنبقاو ناخدو كل طرف بوحدو. الطريقة هذه كتجي سهلة، وهاد العقدة ديال اللوز في ملي كنديروها في البسطيلة من بعد ما كندخلوها للفرن كتجي رائعة، كتطلق داك التعليكة ديالها من فوق الدجاج وفوق داك التغميرة اللي درنا ديال البصلة والبيض. صافي هنا غدا من ندهن فوق من الورقة بالزبدة. هنا ما كنديرش الزيت، كندهن غير بالزبدة فقط. صافي غنبداو نجمعو دابا في الورقة بهذه الطريقة هذه، وكنت نحاولوا نجبدوها مزيان للداخل باش بسطيله كتجينا دايره من الجناب، ما كتجيناش ديك بسطيله اللي كتبان لينا بعض المرات كتبان لينا عوجه من الجوانب بجوج. هذه الطريقه هذه لا، وكذلك في الجناب ديال البسطيله ملي كنكونوا نعمرو فيها كنحاولوا نعمرهم مزيان باش بسطيله ملي كتدخل كطيب كتجينا عاليه وكتجي في مستوى واحد، ما كتجيناش هابطه من الجناب. دائما ملي كنبداو نطويو في الورقه ما نساوش ان ندهنوا جميع الجوانب، خاصه داك الجوانب اللي كنطويو باش ملي كندخلوهم للفرن كيجيو مقرمشين. هانتوما الطريقه باش كنتيريو باش كنجبدوا الورقه ونطويوها. كيف كتشوفوا معايا بسطيله غدا دايره، صافي كنبقى غدا بهذه الطريقه هذه حتى كنكملوا بسطيله كامله عندنا. انتما غتشوفوا معايا يعني دائما الجوانب كيبان لكم غاديين دايرين. هنا هاد البسطيله هذه التزيين ديالها غادي نديرو غير بالورقه ديال البسطيله، غادي نقطعها رقيقه، كنقطعها بالماكينه او تقطعوها بالمقص كيف غادا تشوفوها معايا. وكذلك من بعد ما غنطيبها غتشوفوا معايا ان شاء الله الطريقه باش كنطيب بسطيله في الفران ديال الدار. هاد البسطيله هذه غادي نصيفطها للفرن ديال الزنقه لان ما غاتديرش ليها الفينيسيو او الطريقه ديال التزيين ديالها، حتى غتمشي عند الناس اللي طالبينها مني لان غادا تمشي لواحد المدينه اخرى خارج كازا. لهذا كنوجد لهم جميع الاشياء اللي غادي يزينوها بها، لان ما يمكنش ندير لها تزيين لان حتى غيمشيو لتما عاد شي تعاود تدخل الفرن تسخن عادش غادي يزينوها ان شاء الله. غتشوفوا معايا غير الطريقه باش كنطوي والطريقه اللي غادا نصوب بها الورقه اللي غنقطع من الفوق. صافي كنبقاو غاديين بهذه الطريقه كيف قلت لكم، وتحاولوا ما امكن ان الجوانب ما يعوجوش ما يجيوش كذلك مايلين. كنت كتشوفوا معايا هاد الورقه هذه الاخرى مع التصوير كل مره كان نوقف شويه يعني ما زربتش كتشوفوها ولات ناشفه شويه. لهذا كنقول لكم انا الورقه من الاحسن انكم ملي تحلوها ديروها في واحد البلاستيكه وتبقاو نتوما كتخدموا وهي مغطية. صافي كنكمل بهذه الطريقة هذه كيف سبق لي قلت لكم على الليغو انهم برستوني لكن ما نقدرش ما نخدمش بهم. صافي غنكمل هاد البسطيلة كنحطها وغتشوفوا معايا الثانية كذلك، غندير نفس الطريقة اللي درت في البسطيلة الاولى. كناخدو كذلك بلاستيكه كنفرشوها تحت من الورقه وكنديروا الجهه اللي ملسه هي اللي كنوضعوا عليها اللوز، والجهه اللي كتكون عندنا حرشه ديال الورقه هي اللي كنوضعوا فوق البلاستيكه.
غير هنايا كيف غتشوفوا معايا، بديت كناخد العقدة ديال اللوز، كنحط وحدة جانب وحدة باش ما كيجيونيش دوك الفراغات اللي جاوني في الأول، لكن ماشي مشكل حتى الا جاوكم كتعمروهم كيف شفتوا الطريقة الأولى. دابا غنبدا من الجانب الدائري ديال الورقة، صافي كنبقى غادا مستمرة. كنكملها صافي، انتم كيف شفتوا معايا نبدا تاني البسطيله الثانيه، غنوري لكم تايا بسرعه. نفس الطريقه اللي درت في البسطيله الاولى درتها في البسطيله الثانيه، الطريقه باش عمرتها. صافي كذلك ناخذ العقده ديال اللوز ونوضعها فوق الحشوه وغندهنها كذلك بالزبده. صافي من بعد ما دهنتها غادا نجمعها من الجوانب كذلك كيف درت البسطيله الاولى. صافي كندهن عندي بسطيله من الفوق بالاصفر البيض، وكناخذ الورقه ديال البسطيله كندهنها بالزبده وكذلك الزيت وغنوضعها من الفوق ديالها. من الاحسن اننا اذا كانت عندنا الماكينه الورقه نقطعوها رقيقه في الجهة اللي كنصاوبو فيها بوشنيخة، الا ما كانش كنديرو مقص وكنقطعوها رقيقة. هنا غدا ندير هاد الورقة هادي غير من الجوانب حيت في التزيين غدا يكون واحد الشكل ما صورتوش، لان كيف قلت لكم مشات لواحد المدينة اخرى هاد البسطيلة هادي علاش دار لها التزيين. من الوسط غنخليها فارغة لان كنت وجدت ليها البريوات وكذلك بعض الانواع ديال اللوز باش كانت دارت زين. صافي هنا في التزيين كيبقى على حسب الطلب، كذلك كناخذ واحد العود او قتيب هكا وكنتكو البسطيله من الوسط. هالطريقه كذلك كتساعدنا ان الورقه اللي في الداخل ديال البسطيله كتجينا مقرمشه ما كتجيناش خضراء او لاويه. صافي كذلك غندهنها باصفر البيض، لكن هنا حاولوا ما امكن انكم تدهنوا الجوانب ديال البسطيله مزيان باش هاد الفيرميسي اللي قطعنا بالورقة بسطيلة تلصق لينا في الجوانب، لان كنعرفو بسطيلة ملي كندخلوها الفرن وكطيب كتولي عالية شوية، من بعد ما كتعلى كيبقاو دوك الجوانب فارغين كيجيو فيهم العيب. كيف ما غنوريكم فواحد بسطيلة كانوا البنيات عندي هما اللي داروا لها التزيين ديالهم وما غطاوش الجوانب كتبقى عيبة، لهذا كتحاولوا ما امكن الجوانب تديروا فيهم البيض مزيان باش يلصق لينا هاد الشعريه ديال الورقه. انا كنقول لها بعض الاوقات الشعريه ديال الورقه بسطيله لان كنقطعها رقيقه في الماكينه ديال اللي كنصوبو بها قلت لكم بوشنيخه، كتجي رقيقه بزاف. غنضيف ليها غنضيف لها الزبده والزيت كيف درنا الاولى وكندهنوها مزيان، كنحاولوا ما امكن جميع الخيوط ديالها يوصلهم الزبده والزيت باش ملي كتدخل الفرن كتجي مقرمشه ما كتجيناش ناشفه. صافي غادي نزينها بنفس الطريقه اللي درت الاولى وغنخلي الوسط كذلك فارغ، لان من بعد ما غنصيفطها للفرن غياخدوها الناس من تمايا وغيديوها ان شاء الله عندهم. كنتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقه باش وجدت اليوم بسطيله. دابا غتشوفوا معايا كيفاش كنطيب بسطيله في الفران ديال الدار. كناخذوا الفران كنشعلوه كنخليوه واحد 5 دقائق حتى 6 دقائق حتى كتحيد لينا منه ريحه الغاز. من بعد كندخلو بسطيله ما كنخليوش يسخن، كنقصو العافيه كيف غتشوفوا معايا على المهل بحال تقريبا اللي غنديروا نطيبوا الكيك، وكندخلو الصينيه ديال البسطيله. انا غنقص دابا هنا الغاز حتى كنخليه على الحد ديالو تقريبا على حسب كل فرن، شحال ما نقصتوه مزيان يكون احسن. صافي كنبقاو الصينيه ديال البسطيله تقريبا كل 10 دقائق ربع ساعه كنبقاو ندوروها. علاش كنبقاو ندوروها؟ باش البسطيله كطيب لينا من جميع الجوانب، ما طيبش لينا من بلاصه وكتحرق من بلاصه. هذه هي الطريقه باش كطيب بسطيله في الفران ديال الدار. وكذلك ملي كندخلوا الصينيه في الفرن ما كنسدوش، كنخليوه مبسم بحال الطريقه اللي سبق لي ودرت معكم كذلك في الفقاس. هذه هي الطريقه اللي كتخلي لنا ان البسطيله ديالنا كطيب والورقه ديالها من الداخل كتجي مقرمشه. هذه هي البسطيله اللي قلت لكم زوقوا عندي البنيات وصوبوها،
كيف كتشوفها من الجوانب؟ كيفاش جات فارغة من هاد الفيرميسي اللي قلت لكم؟ هذه هنايا قطعوها، جات غليظة، قطعوها في الجهة الغليظة ديال الماكينة. كيف كتشوفوا؟ ماشي بحال الأولى اللي خدمت معاكم قبل ديال الطلبيات. صافي، هذه هي البسطيلة اللي وجدت معاكم اليوم، الطريقة ديال التعمار ديالها والطريقة ديال العقدة. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم، واللي غيزور القناة لأول مرة ما ينساش يضغط على زر الاشتراك باش دائما توصل بالجديد. نتلاقاو ان شاء الله المرة الجاية في طريقة اخرى باش كنوجدو بسطيلة ديال السمك كذلك.